السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها المتابعون الكرام في قناة الأستاذ نور الدين عزام التعليمية، أستاذ محاضر بجامعة الإخوة منتوري قسنطينة ومرافق سابق في خلية التعليم عن بعد جامعة الإخوة منتوري قسنطينة. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نتعرفوا على النشاط الأول ويعني النشاط الثاني والأشياء المطلوبة وكيفية بداية هذا التكوين. بالنسبة للنشاط الأول، يعني أغلبية الأساتذة يعني راهم اجتازوا هذه المرحلة وهي الدخول إلى المنصة وتغيير كلمة السر. كيفية تغيير كلمة السر بعد الدخول إلى المنصة عن طريق الرابط الموجود في الدليل المرسل عبر الإيميل؟ نذهب إلى هنا ونضغط على ريفيرنس، ثم نذهب هنا إلى شانجي لو مود باس. نضع المود باس الجديدة هنا ونضع المود باس يعني نعيد كتابته هنا ونضغط أوريجستر. هذه بالنسبة يعني تغيير كلمة السر. أيضا ممكن يعني تموديفي في لو بروفيل تاعك هنا لو نو بري نو، ما تقدرش تموديفي فيهم. ندرس ايميل دونك لافيل، هنا تحط ديسكريبسيون تاعك، تا هات فوتو تاجوتي فوتو كله اورجستر، يعني تقدر تموديفي لو بروفيل تاعك. النشاط الأول اللي طلبوه منكم هو يعني كيفية وضع ملف في المنصة، يعني نحط أي دوكيمون، يعني مش شرط يعني يكون بي في دانستالاسيون، لأنه كاين البعض حطوا البي في دانستالاسيون ماهيش شرط. حط ايماج، حط دوكيمون وورد فيد، حط دوكيمون بي دي اف، حط اي فيشي دوكيمون، اي دوكيمون حطو. دونك النشاط الاول هو تحمل لي فيديو نتاعك وتروح تتبع لي زيتاب. مثلا انا عندي لهنا لا فيديو نتاعي تميت التحميل تاعو. مشاكل يعني اللي ممكن صدفه انه تكون ما عندكش الوينرار، لازم تنستالي الوينرار. دونك كاين فيديو اللي درناه فيما يخص البرامج، تلقالو ليان تاع الوينزيب ولا الوينرار. دونك انا نفضل ديكومبريسيه هنا، يعني نخرج من الضغط، نحيلو الضغط هنا، نحيلو الضغط تاع الملف. راح نلقى طروا فيشي، لي طروا فيشي واحد HTML وواحد جي ليكستنسيون تاع جي اس وواحد ليكستنسيون تاعو اس دبليو في اف. دونك لا ميثود يعني اللي راح نشوفوها في لا فيديو هي نكليكيو على هاد لا باج، نفتحوها بالفايرفوكس. تلاحظوا هنا ما جاني والو، والمشكل هذا راجع الى برنامج ادوب فلاش بلاير. كما تعرفوا باللي ادوب فلاش بلاير ظهر في سنة 1996 والنهاية تاعو كانت في سنة 2021. دونك في النهاية هذه دونك
البرامج والألعاب اللي تمشي بهذا يعني البرنامج راح ما تشتغلش. على سبيل المثال انه الفيديوهات اللي مسجلين في لا فورماسيون تاع تيلي اون سينيمو راح يحتاجوا لادوب فلاش بلاير. دونك لاحظوا كي نفتحوا هذا المتصفح، دونك الاكتيفيتي الاولى بار اكزومبل، دونك تلاحظوا بلي تفتحت هذا الموقع بصح يدوموندي الفلاش بلاير. انا اصلا ما انستالي الفلاش بلاير، ادوب فلاش بلاير كنت ما انستاليه، دونك باش نطلع بلي عندي ها هو كاين عندي زوج ادوب فلاش بلاير. الحل كيفاش نديرو باش تشتغل هاد البرامج اللي تحتاج ادوب فلاش بلاير. في الموقع تاع لونيفرسيتي حاطين لنا لوليا، لكن هذاك لوليا صاي عاد ما يخدمش لانه الشركه تاع ادوب فلاش بلاير صاي حبست الاستخدام تاعو. فوالا هنا في لوجيتيك يوتيليتير ادوب فلاش بلاير، دونك راح يعطيك الموقع تاع ادوب فلاش بلاير، ولكن ما تقدرش يعني تستعمله لانه تم توقيفه. دونك لاحظوا بلي هنا في الموقع يقول لك بلي لازم تيزانستاليه ابارتير من البرومي جانفي 2021، دونك راه ما يمشيش. اللي عنده برنامج يعني كما نقولوا احنا سيستم ديكسبلواتاسيون ويندوز 10، هذا راح يدير لا ميزاجور وحده مايكروسوفت تحت تلقى لا ميزاجور وما يلقاش مشكل، يعني المشاكل كل تكون في النسخه تاع ويندوز 7 يعني اللي حبسوا لها لا ميزاجور تاعها. الخطوات هي لازمك تيزانستالي هذو القدم لادوب فلاش بلاير القدم، تيزانستاليهم سوا منا في بانو دو كونفيغوراسيون، بعد تخش لي بروغرام وتيزانستاليهم، تكليكي على لادوب اي حاجه فيها ادوب فلاش بلاير وديرلو ديزانستالي. هنا برك قبل تبدا ديزانستالي لازمك تطفي الانترنت خلاص، الاكسبلور تاعها متصفح الانترنت سواء جوجل كروم ولا فايرفوكس، ولا تقولو ديزانستالي. بعدها نضغط على تيرميني. ايضا عندي هنا يا اتو فلاش بلاير ديزانستالي، دونك ديزانستالي نضغط على تيرميني. دونك هنا يا عندي يعني عندي لي لادوب فلاش بلاير نحيتهم خلاص. فوالا نفتح المتصفح فيريفي اسكو. دونك هنا ما عنديش لادوب فلاش بلاير، نروح نجربو طراش نفتحو لي فيديو تاعنا. دونك نتم فتح ملف، نضغط على النشاط الاول، بعد فتح الملف دونك هنا دائما نفس الاشكال انه ما يظهرليش لا فيديو هنا لانه يحتاج لادوب فلاش بلاير. دونك لا ميثود الاولى سي طري سامبل، يعني يقدر يستعملوها في الوقت الحاضر. والطرق الاخرى اللي يعني اللي نقدر نستعملوها هي بعد ما يعني يملك الويندوز نسخه 10 ويندوز 10، مايكروسوفت راح تطلق لا ميزاجور يعني اللي يتنحى هذا المشكل تاع الفلاش بلاير. واللي عنده النسخ القديمه يعني راح ندير الحل هذا يعني سهل الاستعمال، هو انه عندي طروا فيشي هنا. انه الحل الاول اللي راح نستعمل هو نروح لجوجل ونتليشارجي لوجيسيال VLC ميديا
لاير يلسي ميديا لاير. المهم انت اللي شارجيه من اي موقع، هذا هو الرمز تاعو. انا اللي شارجيه من هذه تاع زيرو انات، نضغط عليه. دونك كل واحد يتيلي شارجي لا فيرسيون اللي يحب هو. انا هتاي نمشي ب 32 بايت، دونك خيرت لا فيرسيون هذه. دونك نكليكي على تيلي شارجي هنا. دونك نو هنا راح تفتح لا باج تاع تيلي شارجمون. دونك تيلي شارجمون دو في ال سي ميديا بلاير اونكور. ننتظر قليلا الى ما بداش تيلي شارجمون، كليكي هنا مباشره لانه لم تبدا تيلي شارجمون اوتوماتيك. تقدر تكليكي هنايا مباشره باه يبدا التحميل تاع البرنامج. دونك تجيني لا باج تاع تيلي شارجمون، نكليكي على اوريجستري لو فيشي. هنا يبدا تيلي شارجمون تاعو. هنا انا ديجا تيلي شارجيتو من قبل، دونك ما نخلي منشرح تيلي شارجيه مره اخرى. دونك راهو عندي هنا، دونك راح نلقاه في تيلي شارجمون في ال سي. فوالا ها هو، راح نكليكي عليه دو فوا. وي نختار اللغة، نقول له اوكي. سويفون سويفون. كوشي له كلش هنا، شقرا لي الفورما كامل. فوالا خصوصا الفورما اللي نحوس عليها انايا. سيفون سيفون. بعدها كي يكمل لانستالاسيون تاعو نقولو فيرمي. نروح للفيشي تاوعي، كاينين تروا فيشي. دونك الفيشي الاول HTML، هذا نقراوه بالادوب فلاش بلاير لازم يكون كاين. هذا بالجافا، وهذا الاخر راهو فلاش بلاير، يعني تقرا لازم تكون ماستر فلاش بلاير. حنا راح نفتحوه، نكليكيو بلا دروات ونقولو له اوفرير افيك، ونخيرو لو بروغرام اللي هو لو بروغرام في ال سي ميديا بلاير، ونقولو له اوكي. هنا تقول له كونتيني افاسي. هنا راهو تفتحت يعني تفتحت لاكتيفيتي الاولى. واش هو يعني كيديرلو ما تقدرش تقدم في لا فيديو نتاعك، يعني تقدر ديرلو ستوب وتقدر يعني تطلق يمشي. شوفوا هنا كي يقدم يعاود يرجع أزيرو. دونك هنا يعاود يرجع أزيرو. فوالا هذه بالنسبة للأكتيفيتي الأولى. أيضا نجربوه بالنسبة للأكتيفيتي الثانية، هاي الأكتيفيتي 2. دونك لي خاصة بال كيف تكريي كارت كونستيتويال. أيضا نقولو أوفرير أفيك، نخير له متصفح القارئ تاع لي فيديو ميديا بلاير، ونقولو أوفرير. فوالا هاي كيفاش ترسم لاكارت كونسيبتوال تاعك. ان شاء الله في الايام القادمة اذا كان عاد
هناك حلول أخرى راني نزيد نحطها، حل نهائي يعني الفلاش ميديا بلاير. نتمنى أنه هذا الفيديو عجبكم وراح يفيدكم كثير. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. أيضا ملاحظات نتاعكم حطوها لنا في لي كومونتير. وإلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله، اللي راح نتكلم فيه يعني اللي خاص بالتكوين، لأنه عندي دوتر فيديو يعني على كارت كونسيبتويال.